الإخوان بإيران، هذه العلاقة الممتدة، هذه العلاقة القوية، لدرجة أنه الإخوان المسلمين كانوا عاوزين يعملوا الحرس الثوري الإخواني. شوفي حضرتك، هي إيران زي ما بيقولوا بتلعب بالبيضة والحجر، ونحن شايفين إزاي الدور اللي بتقوم به في سوريا، وكذلك عن طريق حزب الله في لبنان، ثم عن طريق الشيعة اللي موجودين في دول الخليج وكذلك السعودية، ثم مؤخرا الحوثيين في اليمن. فكانوا عايزين يسيطروا على مجاري المياه العالمية من المتوسط حتى خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. فإيران معروفة، إيران في الوقت اللي كانت فيه بتدعم حماس كانت بتدعم فتح. ومن المعلومات التي يعني علمناها وسربت إلينا في فترة ما، أنه أحد الذين قبض عليهم من فتح في غزة كان بياخد تمويل ودعم من إيران. فهي دي إيران يعني اللي تكسبه زي ما يقولوا العبوا. في أفغانستان كان بينهم وبين الأمريكان تنسيق على أعلى مستوى، فحكاية الشيطان الأكبر والكلام ده لا يخيل إلا إيران كانت بترعى بعض أعضاء تنظيم القاعدة، الأعضاء الكبار، مش عايز أتكلم تنسيق في كل حاجة بينهم وبين الأمريكان. وسلاح كانت بتاخده من الكيان الصهيوني، والعلاقة على أفضل ما يكون. فما فيش داعي إن احنا نضحك على بعض، وللأسف اللي يظن أنهم يعني بيخدموا العروبة وبيخدموا الإسلام، لا، أقول له أنت يعني معلش. لكن انتهازية من هنا وانتهازية من هناك بتخلي المسألة عفونة غير مقبولة. هل ممكن المصالحة مع الإخوان؟